الأشخاص ذوي القدرات الخاصة زينا ليهم حق إنهم يعيشوا، وليهم حق في حياة كريمة، وليهم الحق إنهم يتم التعامل معهم بأسلوب كويس، ويبقى فيه شوية تسهيلات في حياتهم تخليهم يتعاملوا مع المجتمع اللي حواليهم بشكل طبيعي جدا. وعلينا واجب كبير قوي تجاههم إننا إحنا كمان نتعامل معهم بشكل طبيعي، مش إنهم أشخاص ناقصهم حاجة، ولا إنهم أشخاص إنه صعبانين علينا مثلا، أو إنهم أشخاص لا يا حرام ده إحنا المفروض نعمل معهم كده. لا، مفيش حاجة اسمها كده. أشخاص ذوي القدرات الخاصة عندهم حاجات عند الشخص السليم مش موجودة، وعندهم أفكار وعندهم إمكانيات وعندهم قدرات مش موجودة عند ناس كتير مننا، علشان كده قلنا عليهم ذوي القدرات الخاصة، مش معاقين أبدا. الأشخاص دول لازم يتم التعامل معهم في المجتمع بشكل كويس جدا، يتم تأهيل المجتمع، مش هقول تأهيلهم هم، تأهيل المجتمع إنه زي يتم التعامل معهم، تأهيل الأسرة نفسها اللي عندها شخص من ذوي القدرات الخاصة تتعامل معاه إزاي، وتسهل له حياته إزاي، تديله ثقة في نفسه إزاي. ده اللي هنتكلم في النهارده مع ضيفتنا اللي مشرفانا وجودها معانا، دكتور نيفين موريس، دكتوراه الفلسفه في التربيه الرياضيه في الاداره الرياضيه والترويح، والمنسق الفني باحد المراكز لذوي القدرات الخاصه الحركيه. مشرفانا منورانا. اهلا بيكي. وموضوع مهم، موضوع كبير، ومحتاجين فعلا كنا نتكلم فيه مع حضرتك لانك عندك خبره كبيره في المنطقة دي أو في الحتة دي. فقولي لنا كده الأول كده قبل ما نتكلم في أي حاجة فرعية، نتكلم على إنه بشكل عام إزاي إحنا نتعامل مع شخص ذوي القدرات الخاصة. طيب، هو أولا إحنا عشان نتكلم إحنا هنتعامل إزاي، لازم نعرف أنواع الإعاقة اللي بتبقى عندنا أو اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة إحنا بنقسمهم لإيه. تمام. في إعاقة ذهنية، وفي إعاقة حركية، وفي إعاقة حسية اللي هم زي الصم والبكم أو المكفوفين. ماشي. فاحنا على حسب نوع الاعاقه ببتدي اتعامل. وفي اعاقه، في اشخاص بيبقى في مثلا اعاقه حركيه فقط، وفي بقى اعاقه حركيه مصاحبها اعاقه ذهنيه، او يعني بقى في اكتر من نوع اعاقه. وعلى الاساس ده انا ببتدي اتعامل او ببتدي اتدخل. والكلمتين اللي حضرتك قلتيهم في الاول كانوا حلوين جدا، ان انا بشوف النقط الموجوده. مفيش حد فينا كامل بالظبط، لكن مفيش حد فينا ما عندوش حاجه بالظبط. فانا بشوف الحاجه اللي هي نقط القوه اللي عند الشخص اللي قدامي، وببتدي اشتغل عليها اقويها، ونقط الضعف اللي موجوده بحاول ان انا اعالجها او احاول ان انا اتعامل معاها. طب انا عايز ارجع للحاجه اللي حضرتك قلتيها مره تانية، فكره انه انا بعرف المفروض نوع الاعاقه ايه علشان اتم التعامل معاها، او عشان اعرف ازاي اتعامل معاها. انا مش عايزه اتكلم في الامكانيات اللي مطلوبه من المجتمع او من الاهل او من المدرسه او من الجامعه، لكن عايزه اتكلم في طريقه تعامل الشخص نفسه تجاه نوع الاعاقه. يعني هتفرق في ايه الشخص اللي قدامي مثلا اصم او ابكم في طريقه تعاملي معاه، عن الشخص اللي عنده اعاقه حركيه، عن الشخص اللي عنده اعاقه ذهنيه مثلا؟ اول حاجه احنا هنقول ان انا لازم ادي اللي قدامي زي ما حضرتك قلتي، ده انسان، وهو يعني ده اللي معايا ده انسان، فانا بتعامل معاه بالمدخل ده. دي اول حاجه، ده لازم اديله قيمته. لو حتى اطفال معاقين ذهنيا، لو احنا اطفال بنتكلم على الاطفال معاقين ذهنيا، انا بديله قيمته ان هو طفل، وبديله اهتمام، بديله محبه، بديله رعايه، بديله اهتمام، فهو بالتالي هو بيبتدي يتعامل معايا. تمام. اوكي. هم الاولاد دول او الاشخاص دي بقى على اختلاف التصنيف بتاعهم شكله ايه. الاعاقه الذهنيه، لو انا بتعامل مع اطفال اعاقه ذهنيه فالمعلومات لازم تبقى بسيطه وبطريقه مبسطه. لو انا بتعامل مع حد اعاقه حركيه فانا لازم اعرف امكانياته الحركيه اللي هو يقدر عليها، والامكانيات اللي هو والحاجات اللي هو مش قادر يعملها، فانا بتصرف على الاساس ده. لما انا باجي اقول ادرب حد، لو انا أدرب حد إعاقة حركية مثلا، فأنا ببتدي أشوف إيه هو يعرف يقوم بإيه، وأنا ببتدي أدربه هو على إيه. يعني مثلا هنقول مثلا نموذج حد عنده مثلا شلل في الطرف السفلي في الجسم، فانا ببتدي دلوقتي ادربه ازاي ان هو يتكيف ان هو بيسند بايديه الاثنين، ايديه الاثنين بتتحرك حلو، فازاي هو يتنقل او يسند ازاي او يتحرك ازاي، ويكون استخدامه الاثنين اللي هم اللي بيشتغلوا بيهم. لكن انا تعاملي مع الشخص ده
يعني مش بتفرق، هي بتفرق في انه انا او في كوني مقتنعه انه الشخص ده هو انسان طبيعي جدا، يعني ممكن يبقى في حاجه ناقصه زي ما انا من بره كامله بس في حاجات ناقصه طبيعي جدا. فالفكره بقى في انه هو انا عايز اسال حضرتك، هل انواع العلاقات دي ممكن كلها تجتمع في شخص واحد؟ اه يعني في يعني الحسيه ممكن تبقى في نفس الشخص اللي عنده اعاقه ذهنيه في نفس الشخص اللي عنده اعاقه حركيه؟ مرات مرات بيبقى في اطفال يعني او اشخاص تعرضنا ليهم يبقى في اعاقه حركيه واعاقه ذهنيه، وفي نفس الوقت بيبقى في يعني صم او بكم وكف بصر، بس بيبقى في حاجه موجوده برضو. يعني ستيل في حاجه موجوده اللي هي الحس، اللمس، حاسه اللمس. تمام. يعني في حد بيبقى هما في اطفال بتتولد اللي هي السي بي او اللي هي الشلل الدماغي، بيبقى في بيبقى ممكن مصاحب ليها شلل دماغي ومصاحب ليه كف بصر او مصاحب ليه اعاقه ذهنيه او مصاحب ليه صمم او كده او يعني وعدم كلام، ومع ذلك في بستخدم الحواس اللي هي اللمس. مفيش حاجه يعني في لازم تبقى في حاجه موجوده هشتغل عليها. ايه اصعب الاعاقات او اصعب الاشخاص ذوي القدرات الخاصه اللي حضرتك بتحسي انه الاعاقه دي او نوع الاعاقه دي هي دي اصعب حاجه ممكن اتعامل معاها؟ هو مفيش هنقول حاجه، هي خلينا نحط مبدا اساسي. هو مفيش حاجه صعبه، مفيش، كله زي بعضه، كله زي بعضه، لان في ممكن يكون حد سوي جدا يعني ما عندوش اي اعاقه، بس هو شخص صعب الميراث، يعني صعب ان انا اتعامل معاه. تمام. فلازم فكل حاجه ليها مدخل. كل حاجه ليها مدخل، والحقيقي ان انت لما بتقبلي الشخص اللي قدامك هتعرفي، يعني لو انا حصل قبول هعرف اتعامل معاه، وهو بيديكي المفتاح، يعني هو بيديكي المفتاح ان انت تتعاملي معاه ازاي. يعني ممكن يعني اخد نموذج، كان في عندنا في المركز اللي انا بشتغل فيه كان في طفل، الطفل ده اللي هو سيفير اللي هو بيتصنف تبع اختبار الذكاء او الاي كيو بتاعه ان هو يتصنف ان هو سيفير، يعني اعاقه ذهنيه حاده. اوكي. ردود الفعل بتاعته بطيئه جدا، انت لما تيجي مثلا تحدفي له حاجه كوره مثلا، ابسط حاجه عشان نتكلم على الجزء الحركي، فانت عشان تحدفي له كوره عشان يلقف، عمليه اللقف دي كانت عمليه صعبه، فانت لو حدفتي كوره هو واقف كده، هو خد علاج طبيعي كتير، هو ما بيتكلمش، هو بيشوف بس هو ما بيتكلمش، وخد علاج طبيعي كتير عشان يعرف يمشي يا حبيبي. فاهمه اقصد ايه؟ المهارات ان هو ياكل نفسه ويشرب نفسه دي مش موجوده خالص. طبعا طبعا. اوكي. فكان الحل الوحيد ان انا طب هنعمل ايه، يعني هنوصل مع بعض ازاي. فكان عشان انا جزء الحركي اللي ماسكاه، فكنت ابسط حاجه الاولاد كلها بتحب الكوره او بتحب تلعب. تمام. فهو ما فيش يعني انا اساسا ما عنديش القدره ان انا امسك واكل نفسي، فبالتالي القف كوره ازاي، فالموضوع صعب. فعملناها ازاي في الوقت زي كده؟ بنعمل تدريب عكسي. المفروض ان لما انا هو اللي يحذف الكوره، ان هو يلقف الكوره، الاسهل ان انا القف، يعني عمليه اللقف اسهل من عمليه الرمي. فعلا؟ اوكي. ماشي. فهو كان علشان خاطر يخش يلعب، هو بيشوف اصحابه بيلعبوا، فلازم نعمل حاجه. فاحنا ساعتها المفروض ان انا بعمل البديهي ان انا هحذف عليه الكوره، فالمخ هيرسل اشارات للعضله انها تتحرك وتاخد عمليه رد الفعل ان انا احرك ايدي ازاي. هو ما عندوش دي، فاحنا بنعمل العكس. ايوه، هو اللي يحذف الكوره بقى وقتها. لا، في 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 سوري يعني على لا دي بس، لا ان هو انا العادي ان انا ادرب العضله هي اللي ترسل اشاره للمخ المفروض انت تعمل ايه. تمام. يعني المفروض انت تعمل ايه. تمام. فايه اللي بيحصل بقى؟ المدرس ساعتها لازم ما يبقاش يعني ما يبقاش شغل 1 تو 1، لازم يبقى في حد بيساعد. ففي مدرس يقف من ورا الطفل ويمسك ايديه ويرفعها له ويخليها كده. تمام. اوكي. ايوه. يعني انا بحذف الكوره، فالمدرس عليه ان هو يروح رافع ايدين الولد عاملها له كده، هو ده رد الفعل الاخير اللي هو يعمله، ايد على ايد. اوكي. ماشي. تمام. لغايه لما وصلنا لمرحله في الاخر خالص، طبعا دي انت ممكن تقولي دي حاجه بسيطه، بس هي بالنسبه لي كان انجاز. لا مش بسيطه خالص. لا، الولد ان انا قبل ما احذف له الكوره يعني ابقى حاطه الكوره بين رجلي واحذف الولد الكوره، يعني اقول له هنعمل كده، يروح رافع ايديه بمنتهى يعني عشان هو حركته بطيئه كده، واروح حاطفه الكوره، وطبعا كوره خفيفه خالص من اللي هي ما تبقى مالهاش وزن. مالهاش وزن، وهو اللي عليه بس ان هو يروح عامل الحركه دي. هي الحركه دي بالنسبه لنا كانت انجاز. بالظبط. طبعا.
بس فهي يعني عارفه يعني انه يرفع ايده اصلا، يعني بنتكلم في شخص مش بيعرف ياكل نفسه ولا بيعرف يعمل حاجه لنفسه، فانه يرفع ايده بالطريقه دي في حد ذاتها برضو لا طبعا انجاز كبير طبعا. فهي الفكره ان هو ما عندوش، يعني عشان كده قلت لك حكيت لك الحدوته يعني من الاول معلش، ان هو حكيتها لك ان هو الولد هو سيفير، هو مستوى قليل، هو ما بيعرفش ياكل نفسه، فكون ان هو عرف يوصل لحاجه فهي الفكره طبعا. يعني ده معناه او اللي حضرتك كنت عايزه تقوليه انه لا نقدر كل حد ليه مدخل معين نعرف نتعامل معاه من المدخل ده، هو اللي بيديك المفتاح ان ايوه صح انهي حته. طيب انا عايزه اعرف بقى يعني بما ان حضرتك برضه ليكي خبره في النقطه دي وبتشوفي امثله كتير لعائلات كتير، بنلاقي معظم الاسر ودي للاسف بتتكسف ان عندها شخص من ذوي القدرات الخاصة او تفضل مخبياه فترة طويلة وما تهتمش اصلا بفكرة العلاج للشخص ده لمجرد نظرة المجتمع للأسرة دي ان عندهم حد من ذوي القدرات الخاصة، فبيخافوا لحسن يبقى الموضوع وراثة، فبنتخاف حسن يبقى الموضوع معيوبين الى حد كبير. فالأسرة بقى ودور الاهل والأسرة في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، هي احنا مش هننكر انها يعني في مشكله تجربه، هي تجربه تقيله مش خفيفه وحاجه صعبه وبجد حاجه مش سهله يعني اوكي، علشان خاطر لازم يبقى في حته طبطبه على الاهل يعني هو اي حد محطوط في النقطه دي هي حاجه صعبه طبعا مش سهله خالص التعامل بيها يعني. بس الحلو بقى ان انا ابتدي بدري بدري، يعني بدري بدري يعني ايه؟ لازم اقول ولازم، لان انا لما بخبي زي ما حضرتك قلتي في الاول وما بقولش وما بتكلمش انا بضيع للاسف فرص كتيره على ابني، يعني انا بضيع فرص كتيره لابني، يعني مثلا في حته اللي هي الدمج في قلب المدارس والولاد ان هم يخشوا في مدرسه وامكانيه ان ده موجود، ده موجود بس بياخدوا من سن لغايه سن 9 سنين، فانا لو ما قلتش بدري يبقى انا ضيعت فرصه ان ابني يدمج في مدرسه من المدارس، لان في دمج الولاد دي كلها كل انواع الاعاقات ليها دمج. بياخدوا لغايه سن 9 سنين يعني ايه؟ يعني زي ما المدرسه عندك ان انت في المدرسه انت بتقدمي لغايه 6 سنين، 6 سنين الولد ممكن مدارس ما تقبلهوش، وفي مدارس بتقبل من سن 4 يعني اوكي يعني سن التقديم فلو انا خبيت وانا ما اتكلمتش او تجاهلت او عملت نفسي مش واخد بالي فانا ضيعت على ابني فرصه ان انا ادمجه في مدرسه لو في فرصه لغايه 9 سنين. بعد لو الولد عدى 9 سنين ما بيتقبلش في عمليه الدمج. دي اول حاجه. تاني امال يتقبل يتعلم فين؟ في مدارس خاصه بدور القدرات الخاصه بس لوحدهم؟ بس فانا لو في فرصه حتى الابن يعني حتى الاطفال اللي هم المعاقين ذهنيا اوكي اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه تبع الاعاقه الذهنيه عندهم ممكن في بيتعمل اختبار ذكاء درجه الذكاء بتاعته ممكن تاهله ان هو يخش في مدرسه دمج. ايه ده يعني انا ممكن الفرد او الشخص اللي عنده اعاقه ذهنيه ودي يعني مش حاجه سهله يعني هو مش مثلا شخص سليم 100% بس وعنده اعاقه حركيه في جزء مثلا من جسمه، لا ده عنده اعاقه ذهنيه مثلا، سهل ان يدخل مدرسه عاديه مع اي مع بقيه الاشخاص؟ لا يعني يحصل دمج ما بين المدارس هيتم التعامل معاه بشكل صح؟ بس انا اكون لاحقه واعمل اختبار ذكاء لان هم محددين برضو درجه، يعني انواع الاعاقه الذهنيه محددين درجه اوكي، فلو هو في الدرجه دي ممكن الحقه، لو هو انا بشتغل مع الولد والولد ده عنده نسبه مثلا اعاقه حركيه وانا كشفت عملت كشف مبكر على الحكايه دي ممكن ابتدي اعالج. ففكره التاخير عموما مش حلوه، ممكن يدمج في المجتمع، ممكن يخش في ابتدي في دلوقتي حتى الدمج الحكومه كانت عامله حاجه لطيفه يعني دخلوا الدمج في الحاجات المهنيه فممكن الحقه بمهنه او اللي هو الجزء الفني. بس فهما لو انا اخرت فباخر في كله. في مشكله وفي حاجه صعبه وفي في تجربه صعبه بس لازم الحق مع الولد، كل ما بعمل حاجه كل ما بتبقى احسن للولد. طب هو من وجهه نظر حضرتك انهي افضل للشخص اللي هو ذو القدرات الخاصه؟ انه يحصل له عمليه دمج في مدرسه عاديه مع اشخاص تانيين يعني عاديين ما عندهمش مش من ذوي القدرات الخاصه، ولا الافضل انه يتعامل داخل مدرسه متخصصه في ذوي القدرات الخاصه؟ للحق يعني المفروض الاثنين، وده بيحصل عندنا في يعني ده بيحصل عندنا. الاثنين ازاي؟ يعني هو اوريدي بياخد ان هو فرصه ان هو يدمج في قلب مدارس طبيعيه
بس احنا علشان خاطر الدمج ده بيبقى محتاج ان هو يبقى في زي الشادو او في زي مرافق للطفل. أيه. اوكي، فده مش الامكانيه دي مش موجوده لانها عايزه مصاريف وتكلفه، ومش كل الاهل مش في ساعتهم ده، كل المدارس فيها شادو يعني. بالظبط. فانت اللي بيحصل ايه، ان انا بروح مركز لاعاقه ذهنيه، اوكي، وبدخل الولد وبقول لهم ان انا حاطاه في المدرسه كذا 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 كذا. والمناهج هي في مشكله ان المنهج بيبقى هو الامتحان بيبقى مخفف، لكن المنهج بيبقى هو. اوكي، فهو ممكن في المركز يساعد لي الولد، يبقى انا ضمنت حاجتين، انا مدخلاه في المدرسه ان هو يعتبر بياخد شهاده، ودي حته بترضي نفسيا الاهل اللي حضرتك كنت اتكلمت عليها في الاول، ان هي بترضي نفسيا الاهل ان انا ابني في مدرسه او دخل مدرسه او بيتعلم، وفي نفس الوقت هو بياخد الحاجات المناهج اللي هي بتدعمها له، لان المراكز المفروض ان انا بقول لهم كذا، يعني بقول لهم هم ابني في مدرسه فهم بيدعموا معايا وبيشتغلوا نفس الانشطه اللي بتشتغلها المدرسه. تمام. طب هنتكلم بقى على اهتمام الدولة رياضيا بالأشخاص ذو القدرات الخاصة، الأندية مثلا، هل في بعض الأنشطة اللي بتنمي القدرات اللي عند الشخص ذو القدرات الخاصة؟ هل مثلا في حاجة تخص الإعاقات الحركية اللي بتساعد الأشخاص اللي عندهم إعاقة حركية أنهم يتغلبوا على ده أو أنهم يتعايشوا مع ده من خلال الأندية ومن خلال المسؤولين عن الرياضة مثلا في مصر؟ فيعني بما أنه حضرتك برضو متخصصة في الجزئية الحركية، فتقول لنا الأندية في مصر بيحصل فيها إيه؟ هو في في اهتمام، وفي السبيشال اولمبيك، وفي والسبيشال اولمبيك حلو لان هو بيبقى السبيشال اولمبيك المخصوص اللي هو اطفال معوقين ذهنيا، وده حلو لان هم بيأهلهم ان هم يخشوا مسابقات ومسابقات عالميه وبيروحوا وبيفوزوا. بس في نفس الوقت الانديه كلها مش بتقدم كل الانشطه اللي هو للاعاقه الحركيه، اوكي، وفي نفس الوقت برضو هم بيبقى محتاجين ان هم يبقى في مدرب، يعني بالنسبه للاعاقه الذهنيه بيبقى محتاج مدرب واحد مع يعني في الالعاب الفرديه، يعني زي السباحه بيبقى محتاج مدرب واحد، لكن ما يقدرش ياخد 3-4 اطفال يعلمهم سباحه. يعني كل مدرب معاه شخص واحد مش معاه جروب، ما ينفعش. بالظبط كده. وبعدين في حته تانية ان هو ممكن ان انا اشتغل تدريبات وحاجات زي كده، بس في نفس الوقت برضو ان المكان لازم يكون النادي مؤهل، يعني والحاجات دي بتبقى محتاجه، يعني مش كل الانديه. يعني ايه مؤهل؟ يعني مش كل الانديه فيها مدربين متخصصين بيتعاملوا مع الاعاقه الذهنيه، ومش كل الانديه فيها مدربين متخصصين بيتعاملوا مع الاعاقه الحركيه. طب حد طالب مثلا انه لازم يبقى في الانديه فيها شخص متخصص في التعامل مع ذوي القدرات الخاصه، يعني بتطالبه بده طول الوقت؟ هو وفي ناس بتعمل كده، يعني في اوريدي ده، بس ده بيبقى بتكلفه اكبر، لان انا بحجز حمام، يعني مثلا جزء في حمام سباحه مع مدرب واحد، اوكي، علشان هينزل مع طفل مثلا سي بي اللي هو عندهم شلل دماغي، لان مش هينفع ياخد باله من 3-4 اطفال، فانا بحجز وقت، محتاج وقت، محتاج فلوس، محتاج لك تكلفه، لان انا بحجز حمام وبحجز مدرب فمحتاج تكلفه. ف في موجود بس مش لكل الناس، او مش طب هو الشخص بقى نفسه، لو هنتكلم بقى اكتر الشخص نفسه اللي هو ذو القدرات الخاصه ده، هيستفاد ايه لو بدا يلعب رياضه معينه مثلا؟ هتطوره في ايه؟ هيحصل في حياته هو ايه؟ اولا هو بيحس بقيمته، لو في مشاكل حركيه هي بتعالج المشاكل الحركيه اللي عنده، هو بيحس ان هو بينجز حاجه او بيحقق حاجه، هو بيحس ان هو مدموج في المجتمع. بس بيبقى احلى، بيبقى الطف ان هو بيبقى الحاجه بتتم في صوره مجموعه، على اساس ان انا بشترك مع الاخرين، فدي بتفرق نفسيا ان انا زي ده قادر العب وقادر احقق وقادر انجز وقادر اعمل. فهي يعني ثقه بالنفس، دمج في المجتمع، احساس بالذات، تنفيس عن الفرد. يعني حتى لما الواحد بيبقى زهقان ليه، طب انزل اتمشى خد لفه شويه، فبيغير من المود، بيغير من المود، بحس ان انا ده حق، انا واخد حق زي بقيه الحقوق، يعني زي الناس كلها ما واخده حقها. طيب نرجع تاني لجزئيه الدمج دي، هل في انواع اعاقات معينه ما ينفعش خالص انها يتم دمجها في مدارس مثلا عاديه؟ يعني لو انا هتكلم على طفل مثلا في المراحل الاولى من حياته ولغايه 9 سنين دي، وحضرتك قلت لنا انه ممكن توصل لبعض الاعاقات الذهنيه انه يحصل لها دمج، بالاضافه طبعا لوجوده في بعض المراكز عشان ده يساعد ده، هل بقى في انواع اعاقات ما ينفعش ابدا
ابدا تبقى موجود في المدارس العاديه، لازم يبقى بس تبع المدارس اللي ليها علاقه بذوي القدرات الخاصه. في اللي هم لا في اللي هم الاطفال الاوتيزم او التوحدين اللي هو الشديد الدرجه بتاعته. بس هم عشان كده بيتعمل فيه اختبارات، الاخصائي النفسي المفروض ان هو بيعمل اختبارات، وعلى اساس الاختبار ده المدرسه بتقبل او ما بتقبلش. فمن ضمن الحاجات اللي هي ما تتقبلش الاعاقات المشتركه، يعني اللي هو معاق ذهنيا وحركيا فما يتقبلش، لازم يبقى نوع واحد من الاعاقه، يعني اعاقه ذهنيه بس، ودرجه ذكاء من 65 ل 84 هو ده اللي بيتقبل. وفي درجه عاليه مش صغيره خالص، بس هم قابلين، هو قابل للتعليم. يعني هو قابل للتعليم، هو ما مش هجيب برضو ولد مش قادر ان هو يتعلم ويستقبل خالص. معلومه ان هو مثلا يمسك قلم وهبتدي ادخله في ده عشان ما احبطوش، يعني وعشان ما يتمش يعني مضايقته من الاشخاص اللي حواليه. بالظبط. لان الحاجات دي اساسا ما فيهاش برضو للاسف ما فيش توعيه جامده للمدارس ازاي ان انا اتعامل مع الولاد دول، او ازاي ادمج حتى الولاد الطبيعيين فيه لغايه دلوقتي. لما بنلاقي يعني اباء وامهات لما يشوفوا مثلا ان احنا واخدين الولاد بتوعنا اللي هم واخدينهم ورايحين بيهم نادي مثلا، تلاقي لا تعالى هنا، خايفين لسه الفكر ان هو برضو ما تعدلش، ان ممكن ده يتعدي من ده، او ده ممكن يضربه او هو مش فكره العدوى. يعني انا فعلا حصل معايا او حصل قدامي موقف حاجه شبه كده، كان فعلا في احد الاطفال من دول القدرات الخاصه اللي هو تقريبا المنغوليان اسمه. الاطفال دول بيبقوا حلوين وطيبين جدا، بس هم لما بيتعصبوا بيبقوا يعني اجريسيف قوي، عناف قوي. ففعلا واحده من الامهات اخذت ولادها وبعدت، خافت عليهم لحسن الطفل يتعصب او يعملوا اي حاجه، يضربوا بعض يعني يهزروا مع بعض زي اي اطفال يعني، فخافت عليه من الولد المنغولي لحسن يحصل حاجه. فهل ده مثلا بتشتغلوا عليه مثلا؟ ده طبعا اللي هو المشاكل هي السلوكيه بتاعه الولاد، او اللي هي المشاكل الانفعاليه بتاعه الولاد دي احنا بنتعامل معاها وبنحاول بنلحق ده، يعني اوريدي احنا بنلحق. وفي حاجه اسمها تعديل السلوك، وتعديل السلوك ده ان انا ازاي اتعامل مع الاهل لما بيجوا بيقولوا الولد ده عنده مشكله في كذا كذا كذا، ان هو الاهل بيوضحوا ده واحنا بنبتدي نشتغل على ده. وفي برنامج بيتحط برنامج تعديل سلوك للولد، وازاي نتعامل، ازاي نتعامل مع اصحابي، وازاي ما ينفعش ان احنا نضرب ونتخانق. تمام، هكمل لحضرتك الحته اللي هي بتاعه الدم. أيوه، الدم. فاحنا قلنا الاطفال هم المعاقين ذهنيا لازم درجه ذكاء تبقى من 65 لغايه 84. ما ينفعش مثلا يبقى نوعين اعاقه. ما ينفعش نوعين اعاقه. بقيه الاعاقات اللي هي الاعاقه الحركيه او البصريه او السمعيه يبقى جايب اعلى من ال 84، درجه ذكاء اعلى من 84، لان هو اوريدي شخص يعني الذكاء بتاعه كويس، بس هو المشكله في حاجه حركيه او بصريه او سمعيه. تمام. الاطفال التوحديين او هم الاوتيزم دول بيتعمل لهم اختبار غير الاختبار الذكاء خالص. الاختبار ده اسمه جيليام او كارس، بيحدد درجه الاوتيزم عند الولد ايه. لو هو شديد ما ينفعش ادخله، لكن هو متوسط او اقل من المتوسط انا بدخله في دمج في المدارس. بتتعاملوا مع طفل مريض الاي دي اتش دي على انه معاق؟ ده اللي هو عباره عن صعوبات تعلم. تمام. وهم لما بيجي بيتعمل له اختبار ذكاء بيبقى عالي. عالي جدا اصلا. بس هو بيحتاج بقى اللي هو نظام ان هو زي مدرس الشادو. ان هو ان انا ابتدي ابسط له. في فيلم كان هندي، ده بحقه حقيقي مش يعني مش تهريج، في فيلم هندي اسمه ايشان. إيشان ده كان ولد عنده صعوبات تعلم، عنده حاجة اسمها ديسليكسيا، إن هو بيبدل الحروف بتبقى متشقلبة اتجاه الحرف، يعني مثلا بكتب باب كده، أوكي؟ لا هو بيكتبها العكس، أوكي؟ تمام. والحاجات دي بتبقى عايزة مدرب عينيه واعية وأهل بالهم طويل، وابتدي إن أنا أعلم الطفل بحاجات بسيطة زي الصلصال، زي الرمل، إن هو يكتب على الرمل علشان بيبقى عنده مشكلة في الاتجاهات بتاعة الحروف أو الكلمات أو الحاجات دي. طيب قبل ما نختم كده، لأن الفقرة خلاص وقتها تقريبا خلص، أنا عايز أعرف حضرتك شايفة إنه المدارس في مصر مؤهلة إنها تستقبل بعض أنواع الإعاقات؟ يعني هل مثلا الفصول اللي بتبقى موجودة في أدوار عالية، أو وسائل المواصلات، لو مش هنتكلم بس في المدارس، وسائل المواصلات، المجتمع بقى ككل كده ختاما وسريعا، ازاي بيتعامل مع ذوي القدرات الخاصه؟ بيفكر فيهم ولا ناسيهم في بعض النقط؟ هو في حاجتين، في حاجه ايجابيه لان في محطه رمسيس دلوقتي في ناس، ده الحته الحلوه، يعني ان في ناس بكراسي متحركه علشان خاطر الناس اللي هي ما بتقدرش تتحرك او ان انا اخدهم انقلهم. لكن
في الحقيقي في حاجات كتيرة للأسف واقعة وعايزة تتعمل. يعني مثلا أبسط حاجة، أبسط حقوق، لو في ولد قاعد على كرسي متحرك وفي مدرسة وهنقول إن هو في الدور الأرضي، أوكي، لازم التواليت، ده أبسط حاجة، إن هو التواليت يبقى يسمح بدخول الكرسي المتحرك داخل التواليت. يعني فاهمة ده أبسط حاجة. فلما ينفعش الكرسي يبقى عريض، يعني عريض، وباب التواليت وباب التواليت صغير الصغنون، فهيخش ازاي؟ دي ابسط حاجه. حاجه تانية لازم يبقى فيه رمبات، اللي هو زي الحته المتزحلقه دي، علشان خاطر علشان خاطر الكراسي المتحركه، يبقى فيه زي بار اللي هي الماسوره كده اللي احنا بنحطها عشان نمسك عليها عشان يقدر يسند عليها. فدي ابسط، دي ابسط الامكانيات. واخر حاجه لما يبقى فيه المدرسه فيها الطفل مثلا فيه زاوية، يعني ذوي احتياجات خاصه، يعني يبقى حلو من المدرسه ان هي تنبه على المدرسين او على الاطفال ازاي ان احنا نتعامل مع الولاد دول علشان يبقى فيه قبول ليهم. صحيح. دكتور نيفين موريس، دكتوراه الفلسفه في التربيه الرياضيه في الاداره الرياضيه والترويح والمنسق الفني باحد المراكز لذوي القدرات الخاصه الحركية، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا. ميرسي خالص، ميرسي خالص. هنخرج لفاصل اخير مع حضراتكم مشاهدينا، نرجع لفقره الصحافه، فانتظرونا بعد الفاصل.